النشرة الرئيسة مشاهدينا على رأس الساعات القادمة، وفيها تتابعون: بناء على توجيهات رئيس الوزراء، الكهرباء تقترب من إكمال أعمال الصيانة وتعيد بصيف مختلف من حيث تجهيز الطاقة. حراك برلماني حكومي لخفض نسبة العجز بالموازنة والمالية النيابية، تستعد لكتابة مواد جديدة بعد إنجاز تعديلاتها. الحكومة تضع استراتيجية فاعلة لملاحقة الفساد وتطوير الاقتصاد بتوجيه بوصلتها صوب الإنتاج المحلي ودعم المشاريع الصغيرة. حملة بغداد أجمل تجني ثمار عمل شهرين متواصلين، والمواطنون يدعون إلى تعميم تجربة كورنيش أبو نؤاس في بقية المناطق. العمل تعلن خططها لمواجهة الفقر والبطالة، وتترقب تسجيل مئات الآلاف عبر منصاتها لتوفير فرص العمل وتمكين الشباب. إذن تفاصيل هذه الأخبار مشاهدينا وغيرها على رأس الساعة. إلى اللقاء.